امسج من بيوتي واجزل كلامي ترحيب بالضيفان ما في مثله اللي لهم في القلب على مقامي اهل الوفا واهل الطبع النبيله اهلا وسهلا بالرجال الكرامي مرحب بهم مليان في خير ليلة أنسج من بيوتي وأجزى كلامي ترحب بالضيفان ما في مثيلة اللي لهم في القلب على مقامي أهل الوفا أهل الطباع النبيلة أهلا وسهلا بالرجال الكرامي مرحب بهم مليان في خير ليلة ربنا به كفيلة واخوانه اللي هم رجال التفاني والمجد يعرف شايلين الثقيلة خالد وقدر فوق طول الزمان مردته على الغالي جه مستحيلة ومحمد اللي بفتح والمعاني ما تنصف حقه ولا الف شيلة في عرسنا عايلك باب التهاني وللطلب بدون إقبال أو استفسار التواصل على جوال 05-3-3-4-8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 -
كلامي أهل الوفار أهل الطباع النبيلة. أنسج من بيعتي وأجزل كلامي ترحب بالضيفة ما في مثيلة اللي يهم في القلب على مكامي أهل الوفار أهل الطباع النبيلة. أهلا وسهلا بالرجال الكرامي مرحبا مليان في خير ليلة سعر سناي البعد رد سلامي أهدي تهاني بالحروف الجزيلة عريسنا الغالي وبدر التمامي نايل وراحة في المواقف أصيلة نايل سويل رمز للاحترامي وخلاقه اللي من ثاني الفضيلة يا زين وجه زان بالابتسامي والفرحة في قلبه وجد به سبيلة وابوه له قدوه بكل المهامي سويل من للمعاليد الله يسكنه في جناني سالم ورحمة ربنا به كفيلة وخوانه اللي نظر جالي كفالي والمسي عرف التواصل على جوال 05-33-4-8-0-2-1 ومحمد اللي بفتحار المعاني ما تصف حقه ولا ألف شيلة في عرسنا عيلك برب التهاني ربنا سمح حقك لأحلى الأماني والله يكتب لسعادة طويلة. أنسج من بيعتي وأجزل كلامي ترحب بالضيفة عنها في مثيلة اللي لهم في القلب على مقامي أهل الوفار أهل الطباع النبيلة. أهلا وسهلا بالرجال الكرامي مرحبهم مليان في خير ليلة في عرسنا عايل بعد رد سلامي أهدي تهاني بالحروف عريسنا الغالي وبدر التمامي نايل وراحة في المواقف أصيلة نايل سويل رمز للاحترامي وخلاقه اللي من ثاني الفضيلة يا زين وجه زان بالابتسامي والفرحة في قلبه وجد به سبيلة وابوه له قدوه بكل المهامي سويل من الليل المعالي دليلة وللطلب بدون حقوق أو استفسار التواصل على جوال 05-33-4-8-0-2-1
أهل السماء حقق لأحلى الأماني والله يكتب له سعادة طويلة انسج من بيعتي وأجزل كلامي ترحب بضيف المغري مثيلة اللي لهم في القمة على مقامي أهل المثار أهل الطباع الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار